طلبة، اليوم أول محاضرة إن شاء الله. نبدي نشرح عن برنامج الأكسل. وبرنامج الأكسل أخذتمه أنتم بالكورس الثاني المرحلة الأولى، بس كان شوية ما أخذتمه بشكل يعني تطبيق عملي وهاي، بس أكثر على بالكلاس، وأغلبية الطلاب ما كان عندهم حاسبات وما طبقونه، فهو أصلا من ضمن المادة المرحلة الثانية. فراح نرجع نختمه ونراجع الأشياء اللي ختمها المرحلة الأولى، وناخذ أشياء جديدة عن برنامج الإكسل. المواضيع إن شاء الله اللي راح تاخذوها خلال المرحلة الأولى الثانية أقصد، راح تكون عبارة عن موضوعين. الموضوع الأول راح ناخذه الفصل الأول هو برنامج الإكسل إن شاء الله، والموضوع الثاني اللي راح ناخذه الفصل الثاني إن شاء الله من الكورس الثاني راح ناخذ الإنترنت والشبكات. مواضيع جدا سهلة وبسيطة. راح نبدي نشرح عن برنامج الإكسل. اليوم تكون محاضرتنا عن تعريف بسيط عن الإكسل، و راح نبدي نشرح عنه تعريف بسيط عن الإكسل، برنامج الإكسل، والعناصر الأساسية اللي تتكون منها النافذة. النافذة يعني ورقة العمل، مع ورقة العمل من راح تتكون، وكيفية إنشاء مصنف جديد، وإدراج وحذف عمود، وكيفية حفظ المسند. هاي كل المستند هاي كلها راح ناخذها إن شاء الله. هاي كلها معلومات بسيطة وأساسية عن برنامج الإكسل. برنامج الإكسل راح نيجي تعريف بسيط، هو إشنو هو برنامج الإكسل؟ برنامج الإكسل هو جدول إلكتروني يتيح ويخزن كم هائل من المعلومات، ويوفر هذا البرنامج عمليات حسابية، يعني جدا عمليات حسابية معقدة وصعبة راح يكون نستطيع أن نعملها خلال برنامج الإكسل، وكذلك التحليلات الإحصائية وإنشاء رسومات بيانية عليه. وين يستخدم هذا برنامج الإكسل؟ نستخدمه بكثير، لازم يكون يعني بكثير نستخدمه في المؤسسات التعليمية. كل مؤسسة تعليمية من الجامعات والمدارس، المؤسسة التعليمية أو مؤسسة حكومية لازم تستخدم برنامج الإكسل، لأنه توفر كثير من المهام. وكذلك يستخدمونه بالشركات الأهلية والمنظمات، يعني هسه صير يعني شيء أساسي لأي واحد يريد يتعين أو يريد يلقي فرص عمل، لازم يكون بالسي في ماله إنه يعرف برنامج الإكسل، أو حتى من يروح مقابلة أحد الاختبارات اللي تجري علينه إنه يعطونه يعني بيانات يدخلها، أو مجموعة من العمليات يعملها على البرنامج الإكسل. إذا تم يعني عرف إنه ينجز هذه البيانات يتم قبوله في الوظيفة. فلهذا الأفضل من يعني الأفضل من كلكم إنه يتعلمون بشكل مفيد ويستفادون من هذه المحاضرات، لأن كثير راح تفيدهم إن شاء الله بالمستقبل. هسه خطوات بسيطة عشان راح نفتح برنامج الإكسل. أول شيء هاي الخطوات هون المتوفرة، إنه راح نختار من قائمة ستارت، راح نروح على البروجرام الموجود في زر، وبعدين راح نروح على all ننقر فوق Office Microsoft. لو دخلنا على أوفيس مايكروسوفت راح يطلع لنا برنامج الإكسل، بعدين ننقر على المايكروسوفت أوفيس على الإكسل راح يفتح لنا هذه النافذة. أو عندنا عدة طرق إنه نحنا ننشئ بيا المايكروسوفت أوفيس، أو من الأيقونة ما الإكسل، إنه بس مجرد إنه أنقر دبل كليك على هاي الأيقونة ما الإكسل. أو عندنا طريقة اللوغ، إنه كليك يمين على سطح مكتب، مكان فارغ على سطح المكتب، انيو ورقة عمل جديد، انه ادوس عليها راح تفتح لي ورقة عمل خاصة بالإكسل. عندنا ذكرنا ثلاث طرق، اول طريقة من قائمة ستار، بعدين اول بروجرام، وبعدين مايكروسوفت اوفيس، او من ايقونة المايكروسوفت الموجودة على سطح المكتب، او كليك يمين على اي مكان فارغة، وبعدين راح انيو، وبعدين ورقة عمل جديدة، راح نفتح ورقة عمل خاصة ببرنامج الإكسل. هسه نكمل هاي عشان فتحنا برنامج الإكسل. هسه نجي نكمل حاضرتنا. هسه من ايش يتكون ورقة العمل من فتحنا الإكسل؟ ومن راح يتكون؟ يتكون من العناصر الأساسية اللي راح يتكون من البرنامج الإكسل. أول شيء شريط العنوان.
شريط العنوان ماذا نقصد؟ وين يكون هذا شريط العنوان؟ راح نفتح هذا الاكسل، راح يكون شريط العنوان هذا يسمى شريط العنوان. مثلا اذا جاكم بالامتحان ايش يسمى هذا الشريط؟ هو شريط العنوان. لماذا سمي بشريط العنوان؟ لانه يحتوي عنوان المصنف، يعني اسوي مكتوب علينا مصنف واحد. كمان انا اغير اسم هذا المصنف اكتبه درجات طلاب، او اكتبه بيانات موظفين، فهون راح يكون هذا يسمونه شريط العنوان. شريط العنوان راح يحتوي على اليسار هذول الايقونات الثلاثه، مالغلق وتكبير ومينيمايز اللي تصغير الشاشه. عندنا على اليمين عندنا هاي شريط الاوامر السريع. شريط الاوامر السريع انا هون متوفر عندي على الخزن وإعادة والترجيع. أطيق أضيف أوامر أخرى عن طريق أنه أضغط على هذا السهم الصغير، مجرد أنه أضغط علينه كليك واحد راح يفتح لي أوامر إضافية أنا أضيفها. أوامر إضافية مثلا بريد، إذا مثلا الطابعة إذا أشرته صح الطابعة هيطلع لي علامة الطباعة أنه قبض راح تطلع لي، أو معاينة قبل الطباعة. وأكو أوامر إضافية أنا أطيق أضيفها من عملية السميشن، أو عمل المعادلات الجمع، أو معادلات التجميد. هاي كلها الأشكال، أو أشكال إدراج صورة أو إدراج خلايا، هاي كلها أطيق أضيفها إلى أوامر الهاي. مثلا أنا هسه مثلا أريد أضيف عملية الجمع، بس مجرد أنقر على عملية الجمع بعدين أدوس لإضافة راح تنضاف إلى شريط الأوامر السريع الخاص بي. راح مس مجرد راح أدوس موافق، راح نلاحظ إنه عملية الجمع انضافت هوني إلى شريط الأوامر السريع. وأطيق أضيف أشياء أخرى، مثلا أستعدني هوني معاينة قبل الطباعة أو الطباعة السريعة، إذا حطيته صح بظل انضافت عندي أمر الطباعة، بس مجرد أضغط عليها قبل يتم عملية الطباعة. وكذلك أطيق ألغي الأشياء اللي ما أريدها، مثلا هاي الطباعة اللي ضفتها أطيق ألغيها، مجرد أدوس كليك آخر الطباعة السريعة نلاحظ إنه اللغة. أستعدنا هذا الشريط الفوق شو يسمى شريط الأوامر، أقول عفو شريط العنوان. شريط العنوان راح تكون على اليسار الغلق والتكبير والتصغير، وعلى اليمين شريط الأوامر. هذا الشريط شريط الأوامر السريع، يعني هذه شريط الأوامر السريع. إذا جاء بالامتحان إيش يسمى هذا الشريط؟ شريط الأوامر السريع. هسه نكمل المحاضرة مالنا. هسه فوق هو شريط العنوان، بعده شريط الظاهر أو الربط، هذا في أعلى المصنف ومشابه في الإكسل الإصدار 2007، بس إيش يختلف عنه؟ إنه يحتوي على قائمة فائل. ب2007 عندنا علامة الويندوز هاكين مثل الشباك حتكون ب2007، هوني لا عندنا يختلف إنه عندنا قائمة الفايل. وهذا الشريط راح يتكون من ثلاثة أجزاء. هذا أي ما شريط راح أشير لكم عليه برنامج الإكسل، إنه يتكون هذا الشريط من ثلاثة أجزاء، يقصد بينه هذا الشريط. هذا الشريط هذا كله يسمى شريط العرض، هذا كله يسمى شريط العرض، راح يكون من ثلاثة أجزاء. هذا جزء، وهذول كل 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 أمر يسمى جزء، وهاي المجاميع تسمى أجزاء، راح يكون من ثلاثة أجزاء. نتعرف على جزء جزء ونرجع نخشعه ببرنامج الإكسل. عندنا ثلاثة أجزاء. أول جزء هو علامة التبويبة التاب. التاب تكون في أعلى الشريط، وعند النقر عليها يمكن الوصول إلى مجموعة من الأوامر الخاصة بها. التاب هي هذولي، سنطلعه موجود واضح عندكم قدامكم بالصورة، وهون بعد أوضح. هاي كل تبويبة تاب نسميها، كل تبويبة هي علامة تبويبة. مثلا كل هاي مثلا هون تبويبة الصفحة الرئيسية، إدراج، كل تبويبة بيك عدة أوامر خاصة بها. مثلا الصفحة الرئيسية بي أوامر الخط أو أوامر المحاذاة وأوامر التنسيق الشرطي والفرز والها، كلها موجودة بالصفحة الرئيسية. بالإدراج أطيق أدرس صورة وأطيق أدرس قصص فنية ومخططات، كل هاي بالإدراجات. بعدين تخطيط الصفحة عندنا، وعندنا الصيغ، وعندنا البيانات، وعندنا المراجع، وعندنا العرض. هاي كل وحدة تدعم منها تبويبة، واضح؟ هذا يسمى الجزء الأول من شريط العرض. عندنا أول جزء هو التبويبات. الجزء الثاني راح نجي على الجزء الثاني. الجزء الثاني من إيش راح يتكون؟ راح يكون من الأوامر. الجزء الثاني هو الأوامر الكومنتس التي تكون مرتبة في مجموعات منفصلة.
كل واحد موجود في هذا حتكون أوامر تسمى، والمجموعات التي هي عبارة عن مجموعة من الأوامر متعلقة ببعضها تستخدم لتنفيذ المهام محددة. ويوجد سهم صغير في الزاوية اليمنى السفلى للمجموعة الذي يهيئ لنا خيارات إضافية للمجموعة. أسمع نشرحها بدقة بالتفصيل. قلنا نبدأ. قلنا هاي تدعى تبويبات، وكل واحد راح يسمى أمر، والمجموعة تحتوي على مجموعة من الأوامر. مثلا عندنا هذا المدخل، مثلا هون تغيير اللون التعبئة المدخلية راح تكون تسمى هذه أمر. عندنا هون لون الخط هم أمر، تكبير وتصغير الخط هذا أمر. أما الخط راح يتكون مجموعة الخط راح تتكون مجموعة من الأوامر. راح عنده مجموعة من الخط المائل والبولت عندنا هاي مجموعة من الأوامر. إذا أريد مجموعة أوامر أخرى إضافية، عاد نخشى هذا السهم الموجود في الجهة اليمنى السفلى، مجرد إنه أضغط علينا راح تطلع لي أوامر إضافية خاصة بالخط. هي الحاسبة تقيلي مالي ده، تطلع لي مجموعة إضافية خاصة بالخط. هذه بالخط مثلا عندنا هاي خط كله راح نضيفه أي أمر إضافي خاص بالخط. مثلا هوني الحجم، هوني نمط الخط مائل أو هاي، هوني نوع الخط يعني شكل الخط، هوني الخط شلون لون الخط، كل هذه أطيق أضيفها بعد ما أعدل عليها أدوس موافق. واضح؟ هسه عدنا هاي أجزاء الشريط. هسه أول شيء شرحنا الشريط العنوان، بعدين شريط العرض الذي يتكون من 3 أجزاء. هسه نكمل أنواع الأشرطة الموجودة في البرنامج. يلا هسه نكمل. عندنا شريط الصيغ الرياضية الفورميلا بار. الفورميلا بار هذا يظهر محتوى الخلية النشطة، يعني محتوى الخلية إذا كانت صيغ رياضية أو معطيات، أو يعني أي معطيات. هنلاحظ شلون راح نلاحظ، هنلاحظ مثلا هذا يسمونه شريط الصياغ الفورمولا بار. مثلا هسه انا موجود الشريط هاي الخليه النشطه مثلا كتبته كلمه فيها، مثلا راح نلاحظ انه تطلع بشريط الصياغ. لو كنت كتبته اي صيغه رياضيه مثلا سميشن قبل راح تطلع لنا بشريط الصياغ. هاي ايش راح اكتب بالخليه راح تطلع لي بالخليه النشطه. مثلا انا ما كنت ارجع على مثلا وقفت على غير خليه فارغه راح تطلعني انه محتوايا الخليه فارغه. اذا وقفت ورجعت على الخليه اللي كتبت بيها المعلومات راح تطلع لي ايش كتبت بيها، هي يساوي سميشن. طلع لي هذا لانه غلط المعادله مالتي. واضح؟ هذا هو يسمونه شريط الصياغ. هسه عندنا هذا شريط الصياغ، وهذا شريط العنوان، وهذا شريط العرض الذي يتكون من 3 أجزاء. هسه بعد عندنا شريط اللغة، عندنا شريط التصفح السكولار بار. يستخدم عندما تكون أبعاد المصنف أكبر من أبعاد الشاشة. هذه السكولار بار. عندنا شريط الحالة الستيتس بار الذي يظهر أسفل الشاشة، هذا يسمى ستيتس بار وهذا يسمى سكولار بار. بس نخشى عن برنامج الإكسل. هذا سكولار بار، هذا سكولار بار، وهذا هم سكولار بار. هاي سكولار بار. إذا كانت الورقة مالي كبيرة جدا أطيق أتحكم بحركة السكولار بار بذولي، وهذا يسمى ستيتس بار. ستيتس بار إنه أطيق أتحكم بحجم الورقة، أكبرها أصغرها، طريقة المعاينة، تخطيط الورقة الاعتيادية. هاي من الستيتس بار شريط الحالة، وعندنا السكولر بار شريط التصفحي. واضح؟ هسه نكمل. عندنا قائمة الملف فايل منيو. فايل منيو في هذه القائمة نلاحظ انه بس مجرد انه اقف على فايل هاي تختلف عن اصدار قلنا 2007 ما موجود بيه ملف فايل، موجود بيه علامة الويندوز مثل علامة الويندوز الشباك. ما هوني بالإصدار 2010 لا، بيا قائمة فايل.
التي تحتوي عدة من الأوامر، بي حفظ، حفظ باسم، فتح، إغلاق. هاي راح نشرحها كلها بالتفصيل، كل أمر أشرح نستخدمه بالتفصيل إن شاء الله. هاي كلها راح نشرحها. هسا نرجع نعيد الأجزاء اللي أجزاء الأوامر الرئيسية الموجودة بالمصنف. أول شي قلنا شريط العنوان وشريط العارضة اللي تتكون من 3 أجزاء، تبويبات والأوامر ومجموعة من الأوامر. عندنا شريط الصياغ، وعندنا شريط السكولار بار، وعندنا شريط الحالة، وعندنا قائمة الملف. قائمة الملف مثل ما قلنا إنه تحتوي على عدة أوامر، اللي هي منها الحفظ وحفظ باسم، وفتح، فتح ملف أكسل اللي كنا خزناه قبل. مثلا عندنا أي أوامر فتح ملفات موجودة مخزونة عندي بالأكسل، مثلا عندي درجات السلامة المهنية، إذا أريد أفتحها بس أدوس أشرف وبعدين قبل تنفتح عندي. إضافة عندنا مثلا فتح ملف، أنشأ ملف جديد، الطباعة، هاي حفظ وإرسال. هون عندنا تعليمات اللي عند مثلا أشياء أريد أتعلمها. عندنا خيارات أخرى، إيش نقصد بالخيارات الأخرى؟ خيارات أخرى إنه أطيق أعدل أنا على هاي الواجهة، مال الورقة مالتي، مال إكسل. عندنا مثلا هون الصياغ، الصياغة اللي أريدها. عندنا هون التدقيق، عندنا الحفظ مالتي. عندنا هاي خيارات متقدمة. عندنا اللغة، إذا كان عندي غير لغة أريد أضيفها هون أنزلها، مثلا لغة مثلا هو بالإنجليزي أريد أنزل اللغة العربية. دخلت أنا عندي هون الإصدار مالتي مثبت، اللغة الإنجليزية والعربية. عندنا خيارات متقدمة، عندنا تخصيص الشريط. تخصيص الشريطي، هذه إيش نقصد بيه؟ هاي الشريط اللي قلنا عليه إنه اللي يتكون من التبويبات. مثلا هون عندي التبويبات الموجودة اللي عم تظهر عندي بالشريط مالي، عندنا الصفحة الرئيسية والإدراج وتخطيط الصفحة. أطيق ألغي، مثلا ما أريد تطلع لي الصفحة الرئيسية، بس مجرد إنه ألغي الصح من قدام الصفحة الرئيسية راح تنلغي، ما تظهر لي الصفحة الرئيسية. أطيق أضيف وألغي التبويبات اللي أريد أضيفها. مثلا الصفحة الرئيسية إيش بيها؟ بيها الخط والمحادات. أطيق أضيف وأطيق ألغي، هاي كلها من تخطيط، من تخصيصات الشريطي. شريط الأدوات السريع نفس ما شرحناه، هوني أطيقهم أفوت من هوني علينه. وظائف إضافية، هاي كلها أوامر إضافية ومتقدمة إذا تريدون تحبون تتعلموها. هسا نكمل محاضرتنا. هاي هسا كلها شرحنا الأوامر الأساسية الموجودة بالورقة العمل. هسا نكمل. هسا نجي نشرح ورقة العمل. من إيش تتكون ورقة العمل؟ الورك شيت. الورك شيت راح تتكون عبارة عن برنامج الإكسل. تحتوي ورقة الشيت على 3، راح يحتوي على 3 أوراق. أطيق أضيف أوراق، وأطيق أحذف أوراق، وأطيق أغير أسماء. هاي كلها راح نشرحها إن شاء الله بمحاضرة سابقة. أول شيء راح نشرح إيش هوني من راح تتكون ورقة العمل. راح تتكون من صفوف وأعمدة. الصفوف راح تكون بشكل أفقي، ويرمز أو يشار إليها بأرقام، يعني مثلا الصف الأول، الصف الثاني، الثالث، الرابع، إلى أرقام معينة، إلى 1000 وكسر. هاك الصف عندنا بالورقة. والأحرف عندنا من الأحرف راح تشير للأعمدة. الأعمدة هي كولوم، هي مجموعة تكون من الخلايا، تكون بشكل عمودي. راح نشر يعني راح تكون نشير إليها بالحروف. الحروف مثلا من أي إلى زد، خلصنا يجي أي 1 إلى زد 1 وخلصنا نكمل هكذا. هاي تكون عدد الخلايا اللي راح نشير إليها، أقول الأعمدة اللي راح نشير عليها بالأحرف. أما الخلية هي عبارة عن تقاطع صف مع عمود، راح تكون يشير إليها باسم، يتكون من حرف ورقم. يعني الاسم اللي راح نشير، المرجع اللي راح يكون لاسم الخلية راح يكون هو عبارة عن حرف وعمود. مثلا 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 هذه الخلية، هذه ما هي اسمها A3، أو مثلا هاي الخلية مثلا هون عبارة عن B12، اسم مالك وين موجود؟ BB12. فالخلية استقمنا الصف راح نشير له بالأرقام، والأعمدة راح نشير له بالأحرف. أما الخلية هي عبارة عن تقاطع صف مع عمود، راح نشير له بالحرف والرقم.
واضح؟ هاي كنا ختمها بس مجرد مراجعة بسيطة لها، حتى اللي ما يتذكر أو ما كان مدرسة بالمرحلة الأولى راح يتعلمها إن شاء الله خلال هالمحاضرة. مكونات الجدول الإلكتروني راح يتكون نفس ما قلتلكم من المراجع، مثلا D7. D7 هي حدة الخلية الواقعة في العمود D والصف السابع، يعني عمود D والصف السابع. أما بي 12 إذا جاكم بالامتحان البي 12، إيه ما هو العمود وإيه ما هو الصف؟ فتقولون البي هي العمود وال 12 هو الصف، ما بالعكس تقلبوها. فقلنا البي الحروف دائما تشير إلى الأعمدة، والأرقام تشير إلى الصفوف. هسه مدى الخلية، المدى عندنا سيل رينج، مدى الخلية حتكون أما مدى أفقي هوريزونتال رينج أو مدى عمودي vertical range أو مدى أفقي عمودي vertical horizontal and vertical range. راح ندي نشرحها، راح أشرحها أنا على البرنامج الإكسل حتى تكون واضحة قدامكم. راح نجي أسا أول شيء، أنا الورقة مالي باليسار يعني مع الإنجليزي، أريد أحولها إلى جهتي اليمين. راح نروح على تبويب تخطيط الصفحة، ورقة من اليمين إلى اليسار قلبتوها. ليش؟ على مود حتى انا اكتب عربي، واضح؟ هسه قلنا المدى الافقي الهوريزونتال، هذا المدى الافقي. المدى الافقي انه هاي تسمى مدى افقي. المدى الافقي هو واحد يحدد لنا الخلايا. فهذه هسه هاي الصف ايش قد مدانه؟ راح تجون تقولوا لي هو مدانه من A2 الى J2، هذا هو المدى. مثلا اذا بالامتحان حددتكم هذا، اقول لكم هذا المدى مال هاي الخلايا المحدده ايش قد داتي، تقول لي من B9 من B9 الى J9، واضح؟ هذا المدى الافقي. اما المدى العمودي، هذا مدى عمودي راح يكون هو من D1 الى D18، هذا المدى العمودي. هذا مدى عمودي، هذا مدى عمودي. مثلا هذا الكي هي من K5 الى K25، هذا المدى العمودي. عندنا مدى افقي ومدى عمودي، مدى افقي عمودي، هذا مدى افقي عمودي. ايش انا احدد هذا المدى؟ من اول خلية اشرت، وهي اشنو هي؟ مثلا D6. اخر خلية اشنو هي؟ H. ايش قداتي؟ 18. فالمدى مالته من D6 الى H18، واضح؟ هاي هو المدى مال الخلايا. سنكمل هسه انشاء مصنف. راح نبدي هون ننشئ مصنف، ايش ننشئه؟ خطوات وحدة بوحدة، وبعدين راح نبدي حفظ. هاي كلها راح نبدي نشرح. سنبدي اروح انشاء مصنف جديد، اروح على ملف، اروح على قائمة جديد. من الجديد راح تطلع لي عدة تمبليتات، انا اختار مصنف فارغ. تمبليتات يعني قوالب، عدة قوالب مختلفة، انا اختار مصنف فارغ. هذا هو قبل محدد لي التمبليتات، عندنا هون قوالب الاخيرة، عندنا عدة قوالب، انا اختار قبل مصنف فارغ. قبل اختار مصنف فارغ، قبل ادوس له انشاء. ان دست انشاء قبل فتح لي ورقة عمل جديدة، حتى كتب لي علينا مصنف ثاني. انا اول ما بداية كل عملية انه انا اعملها، قبل اعمل عملية خزن احفظ الملف مالي، احفظه باسمه، احفظ قبل ادوس له حفظ. من ادوس حفظ قبل راح يفتح لي هاي النافذة. هاي النافذة ايش تطلب من عندي؟ احدد موقع الخزن مال المصنف مالي، وين اريد اخزنه؟ اخزنه على الديسكتوب، اخزنه بال الديسكتوب قلنا بالسي، قبل راح اذا فرمته قبل راح تنلغي، او بالدي، او اخزنه بالاف، بكيفي وين ما اريد اخزنه اخزنه، بس انا حاخزنه بالاف. اخزنه بالاف ايش اكتب؟ اكتب اسم المصنف، اكتبه مثلا درجات الطلاب. كتبت اسم المصنف واختاريت موقعه بالاف اخزنه، كتبتونه هو درجات الطلاب، وحدوس حفظ.
قبل أن حفظ اسم المصنف وكتب لي دحوح بل شريط العنوان، كتب لي هو هذا المصنف الفتحته ودرجات الطلاب. بعد ما خزننا راح نرجع نعيده عشان تمت عملية الخزن من ملف وبعدين حفظ. من حفظته أنا سمني حادث حفظ قبل راح يحفظ لي، ولأنه على كل درسته أو إذا حفظته ما أريد أحفظ بغير اسم أدوس حفظ باسم يفتح لي هو. أم أختار موقع الملف اللي راح أغير الاسم وأحفظه وأكمل ودست حفظ. واضح؟ هاي طريقة الحفظ. قلنا عشان نحول ورقة من اليمين إلى اليسار، من تخطيط الصفحة ورقة من اليمين إلى اليسار. هاي قلبنا الورقة، قلبناها من اليمين إلى اليسار. واضح؟ هسه هون حفظنا المصنف. أول شيء أنشأنا، نعيد، أنشأنا المصنف جديد وبعده عملنا له حفظ. بعده إيش عندنا مطلوب من عندنا؟ إدخال بيانات. إيش أنا راح أدخل بيانات؟ عندنا عدة طرق لإدخال البيانات راح نشرحها قبل على الإكسل. أول شيء أو بالمؤشر الماوس، مثلا أنا أريد أدخل بيانات بالخلية F6، بس مؤشر الماوس أأشر عليها وأكتب، يعني مؤشر الماوس إنه أشرته على الخلية. أطيق أكتب إيه هوني بشريط الصياغة، أكتب المعلومات اللي أريدها، راح يكتب لي قبل مثلا أكتب اسم محمد دخي. أنا بس قبل عاد أكتب بالشريط الصياغة قبل يكتبها بالخلية. عندنا طريقة اللخ إنه لا، أدوس مثلا دبل كليك على الخلية يطلع لي هذا المؤشر الوميض، يعني أنا عاد أكتب داخل الخلية محمد اسم الطالب. واضح؟ ساعدنا طريقتين، أما أكتبه بشريط الصياغة مباشرة أو أكتبه مباشرة داخل الخلية. واضح؟ هاي أدخل بيانات. راح تبدون أنتم راح تعملوا لي جدول إن شاء الله محاضرة الجاي. نطلب من عندكم راح نكمل محاضرة الجاي ونطلب من عندكم تعملون جدول. هاي كلها راح أدخل المعلومات على الهاي. عشان أتحرك بين خلية وخلية، عشان راح أتحرك بين خلية وخلية. أما أتحرك بالأسهم الموجودة بالكيبورد أو عن طريق التاب الموجود هم بالكيبورد أو مباشرة أنا بالمؤشر الماوس أأشر على الخلية اللي أريد أكتب عملية بالبيانات. واضح؟ نكمل. هاي كلها راح ندخل البيانات ونعدل. هاي كلها واضح ان شاء الله. هاي حفظ كانها ادخال بيانات. هسه تحديد الخلايا، عشان نحدد خلايا ونحدد مجموع من الخلايا، نحدد صفوف مجموع من الصفوف. هسه نجي على تحديد الخلايا. هسه عندنا عشان احدد خلية، انا مثلا اريد احدد من B2 الى F. هاي بس مجرد انه اوقف المؤشر الماوس على الخلية اللي اريد، مثلا هوني وقفته واشرته بكليك مؤشر الماوس، بعدين كليك يسار، اضل دايس كليك يسار واحرك بالماوس الى الخلايا اللي اريد انا كل احددها. هاي حددته مجموعة من الخلايا. اذا اريد احدد الصف كامل، بس مجرد انه حرك الماوس الى، مثلا اريد احدد الصف الثاني اوقفه الى ان يتحول السهم الى شكل سهم اسود. تشعرون شلون سهم اسود؟ بس هاي كليك بالماوس، دستو كليك قبل تحدد لي هذا الصف كامل. كذلك نفس الشيء بالعمود، بس مجرد انه احرك على العمود اللي انا اريد احركه بس يشكل على شكل سهم اسود، ادوس عليه وحددته عمود كامل. اذا اريد احدد مجموع عواميد صفوف متفرقه، احدد اول صف، اظل دايسي كنترول واروح على صف مثلا صف خامس، انا ادوسه، بعدين على الصف الثامن، بعدين على صف 12. هاي اذا جاب الامتحان حددوا صفوف متفرقه وكذلك اعمده متفرقه. اذا الغي التحديد، مجرد انه انقر على اي خليه قبل ينلغي التحديد. نفس الشيء بالصف، مثلا احدد اول صف، من حددت اول عمود اقصد، اظل دايسي كنترول مفتوح المفتاح اللي موجود بالكيبورد، ظل دايسته واتحرك على عمود الله، اهم كليك بالماوس، اهم هون اهم كليك، هون كليك، حددت مجموعة اعمدة متفرقة. واضح؟ قلنا اذا نحدد مجموعة من الخلايا
انه اقف بداية الخلية، كليك يسار واسحب الى نهاية الخلية اللي اريد احددها. هاي كلها تحديث، هاي كلها معلومات بسيطة سهلة. اني ما يعرف او ما واضحة يجي علي على المختبر وانفذها قدامه. واضح طلاب؟ هسه نجي ادراج، عندنا ادراج صف وادراج عمود. راح عندنا الادراج، عندنا الادراج من عدة، هون بالمحاضرة شرحها ادراج وحدي، انا راح اشرحها بعدة طرق، ادرج صفوف وادرج اعمدة ونخشى عشان راح ندرجه. عندنا هون بالمحاضرة ايش مطلوب، مثلا انا حكت قبلي بيانات حتى تبين عندكم، مثلا هوني اسم طالب حتى تبين عشان ادرج وعشان احذف درجات. هاجي مثلا هوني محمد، احمد، سارة، مها. هاجي درجات 90 90 99. اجي هاي درجات، هاي كلها مليتو عادي. ايش انا راح ادرج، مثلا اريد نسيت اريد ادرج بين مها وبين سارة، اريد ادرج صف، يعني نسيت اسم اريد اضيفه بين سارة ومها، اروح على الصفحة الرئيسية. من الصفحة الرئيسية عندنا ادراج، ترجعون هاي ادراج، اتشعون هذا السهم الصغير انقر علينه، اشغل مطلوب اقلي تدرجين تريدين ادراج صف للورقة، اخلو ايه حدد ادراج صف قبل ادرج لي صف قبل فوق منها، كنترول زيت ارجع حتى تخشعون. انا من اريد مثلا ادرج صف فوق مها قبل اقف على مها، نأشر قلنا عشان نأشر صف كامل، قف على خمسة، طلع هذا السهم كليك اتأشرت الصف، لان اروح على ادراج ادراج صف قبل ان ادرج لي صف فوق مها. اذا اريد ادرج صف بين احمد ومحمد اقف على احمد، عندنا طريقة اللغة، كليك يمين ادراج، كليك يمين ادراج، هاي اسهل، هاي بسرعة للسرعة، كليك يمين ادراج قبل ادرج لي صف، واضح؟ هسه اذا اريد ادرج عمود، مثلا اريد ادرج عمود انه اكتب اسم الاب، ما ابس اسم الطالب، اريد اسم الاب حتى لا اتخربه، اقف على عمود مال درجات، اروح هم نفس الشي على ادراج، او لازم اشره، اذا بدون تأشير ما يفتهم البرنامج، اشر الصف العمود اللي اريد ادرج قبله، اشر مثلا هذا عمود بي، اروح على ادراج، ادراج اعمدة للورقة قبل ادرج لي عمود، كنترول زد هم اعطيه من اشره، بعدين كليك يمين ادراج، ادرجته عمود. هسه اريد احذف هذا العمود، عشان احذفه عندنا هم اشر هذا العمود، نرجع نأشره، ما اريد هذا العمود لغيته وما يعني ما اريد شغله، اشر علينه، بعدين اروح على حذف، حذف الخلايا، حذف العمود، احذف هذا العمود كامل، حذف الخلايا، احذف لي خلية واحدة، انا اريد احذف هذا العمود كامل، كنترول زد، ما اريد من هاي الطريقة، اريد طريقة اللغة انه كليك يمين وحذف، كليك يمين على العمود وبحذف، حذف لي قبل هذا العمود، انا اريد احذف هذا الصف، عندي هسه هذا صف وهذا صف، اريد احذفهم قبل فقط مرة، ايش قمنا نحدد صفوف يعني اذا جاب الامتحان نحدد صفوف متفرقة واحذفهم، حدد هذا الصف كنترول، حدد صف الاخ، حددت صفين، اما اروح على حذف وادوس حذف الصفوف، او كليك يمين على الصفوف المحددة وحذف، هندوس حذف كنترول زد، انا مأشر هسه بس عندي هالخلية، خلي ارجع اشر هذا الصف وهذا الصف، واروح ادوس خلي نفذ اول طريقة حذف الصفوف، لا يمكن حذف ذلك الامر لانه مرتب ما يصير، لازم صف صف لازم احذف، ما يقبله، احذف راح ندوس حذف هذا الصف وارجع احذف هذاك الصف من طريقة كليك يمين
وحذف. هذا صارت واضحة. هسه إذا جاكم بالامتحان الحذف عندنا طريقتين، والإدراج هم طريقتين، إنه الطريقة الأولى أما عن طريق أحدد أول شيء وكليك يمين وحذف أو إدراج، والطريقة الثانية من هوني الحذف والإدراج هم نفس الشيء، أطيق أدرج وأحذف من الطريقة الثانية. واضح؟ سنبدأ أفضل بالمحاضرة. هاي حذف الصفوف والأعمدة، هاي وبعدين الإدراج، هاي كلها شرحناها. هسه هاي كلها ترجعنا هوني إدراج صف، إدراج عمود، وبعدين حذف صف وأعمدة. هسه عندنا تعديل، تعديل وتخلص المحاضرة. عشان أعدل على الصفوف مثلا أنا أريد، مثلا هذا الصف مثلا أريد أكبر حجمه، بس مجرد أنه أحرك الماوس إلى حد الفاصل بين العمودين، بين هذا العمود وهذا العمود، من يصير على شكل خط بين سهمين باتجاهين، أدوس كليك يسار وأحرك بالماوس إلى حد اللي أنا أريده. واضح؟ نفس الشيء بالصف، أروح أقف على حد الفاصل بين واحد واثنين، إذا أريد حد أكبر الصف الأول بين واحد والاثنين على حد الفاصل بيناتهم، وكليك يمين أو أقول كليك يسار فردي ستة وأسحب لي جوا، لاحظ إنه كبر. كذلك عندنا هاي، عندنا هذه أحدد الورقة كامل، وأدوس أمر اللخ ألغي التحديد. واضح؟ واضح طلاب؟ أسائل الحد الفاصل بين حد بين رقم ورقم أغير بحجم الصف، والحد الفاصل بين حرف وحرف أغير حجم العمود. إذا أريد تلقائي أنا أقف على حد الفاصل، إيش نقصد بالتلقائي؟ هو يأخذ تلقائيا حجم الكتاب الموجود بالخلية، أكبر خلية موجودة بها كتابته بالعمود يأخذ. أقف على حد الفاصل بين A و B، من يتحول السماكي دبل كليك على حد الفاصل، دبل كليك قبل أخذ الحجم التلقائية. سنعيدها هون، حد الفاصل بين C و B دبل كليك قبل أخذ يعني الحجم تلقائيا. عندنا هسه طريقتين، اما انا اتحكم بها الحجم او اخذها تلقائيا، افعل حد الفاصل وادوس دبل كليك، هاي اغير حجم الخلايا. واضح طلاب؟ ان شاء الله بمحاضرة الجاية نتعلم شلون نغير الالوان، نغير المحادات، تغيير اسم الورقة، اشياء بسيطة كلها راح نتعلمها. واللي ما فهم هاي المحاضرة او عنده سؤال او استفسار يطيق يتواصل معاي أو يجيني على المختبر، إن شاء الله ما أقصر معانا. إذا أكو أي سؤال أو استفسار أنا حاضر إن شاء الله. يلا مع السلامة.